أعلنت مجموعة من العسكريين في النيجر عبر التلفزيون الوطني عزل الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود وفرض حظر على التجول ابتداء من هذه الليلة. في لحظة قد تكون هادئة على مدار الساعة ولكنها ثقيلة في ميزان التاريخ، تتفجر النيجر في أخبار تهز الأرض تحت أقدام الساكنين والزائرين على حد سواء. وها هو الزمن يدور واللحظة تعلن عن نفسها، انقلاب عسكري يكشف عن معادلات صعبة وصراع قوي يغيب عنه الضعفاء. فإذا كان التاريخ يكتب بمداد الأحداث، فإن الأحداث في النيجر تكتب بمداد مركب من السياسة والاقتصاد والأمن. دقائق الساعة تمر ويخبرنا الحدث أن الانقلاب العسكري في النيجر أثر ليس فقط على الأمن والاستقرار في البلاد، وإنما على مصالح فرنسا الاستراتيجية هناك. فبعد خروج القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى، تتبدى أهمية النيجر كآخر معقل لنفوذ فرنسا في القارة السمراء. بتدهور الأوضاع في النيجر ينكشف عجز فرنسا عن تأمين مصالحها. يعتبر الاستقرار في النيجر ضروريا لفرنسا التي تثبت نفسها بقواعد عسكرية مهمة وشركات تنشط في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة، وهذه الشركات تعتبر من أبرز المستفيدين من الثروات المعدنية الهائلة في النيجر. لكن هذا النفوذ يتعرض لتهديدات متعددة، أبرزها تنامي النفوذ الروسي والصيني في أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تواجه النيجر تحديات كبرى تعكر صفو الاستقرار، منها نسب الفقر والبطالة والتضخم. ومن الجدير بالذكر أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في النيجر تؤثر بشكل كبير على الاستقرار، خاصة في ظل تنامي جماعات متطرفة مثل بوكو حرام والقاعدة وداعش. الأبعاد الإثنية والعرقية للأزمة تضيف طبقة أخرى من التعقيد. ينتمي الرئيس المعزول محمد بازوم للأقلية العربية، في حين ينتمي قادة الانقلاب العسكري لإثنيات زنجية أخرى. وفي هذا السياق، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية المجلس العسكري في النيجر من أي تحالف مع روسيا، ما يؤكد تداخل المصالح الدولية في الأزمة. كل السيناريوهات واردة، بما في ذلك التدخل العسكري الفرنسي لإعادة محمد بازوم إلى السلطة. لكن هذا السيناريو يبقى مستبعداً بالنظر لكلفته السياسية والأمنية على دول المنطقة. هل ستجد فرنسا نفسها عالقة بين صخرة التحالفات الدولية ومطرقة الاضطرابات المحلية؟ أم ستتبلور صورة جديدة ترسم ملامح مستقبل غامض في قلب الساحل الأفريقي؟